النشرة الرئيسية من قناة الأردن اليوم، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. جلالة الملك يوافق على تعديل وزاري جديد لحكومة الرزاز، والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية. مجلس النواب يقر قانون العفو العام بعد توسيع شموليته، وتوقعات بإقراره من قبل الأعيان مطلع الأسبوع المقبل. عمليات السطو المسلح على البنوك التجارية تعود إلى الواجهة من جديد، ومواطنون يعتبرونها نتاج الفقر والبطالة. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، وأدى كل من وليد المعاني وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ووليد المصري وزيرا للشؤون البلدية، ومجد شويكا وزيرة للسياحة والآثار، وأنمار الخصاونة وزيرا للنقل، أدوا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية. ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الرزاز، والتي جاءت عقب استقالة عدد من الوزراء على خلفية حادثة البحر الميت. للتعليم العالي والبحث العلمي، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين مع المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. تعين مع السيدة مجد محمد شويك وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين مع المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيراً للنقل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. صاحب الجلالة، والآن يتشرف أصحاب المعالي الوزراء بالسلام على جلالة الملك المعظم. بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الوزاري الثاني في حكومة عمر الرزاز، يرى المراقبون أن ذلك لن يغير في نهج الحكومة شيء. إليكم هذا التقرير. حكومة الدكتور عمر الرزاز تنطلق بتعديل وزاري هو الثاني في أمر الحكومة، تضمن إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين، الأمر الذي اعتبره مراقبون فرصة أخيرة لحكومة الرزاز بعد أن استنفدت أوراقها كافة في محاولات لإطالة عمر الحكومة، لاسيما أنها لم تنجز ما يمكن أن يلمسه المواطن على أرض الواقع. يعني جرت العادة يعني في حكوماتنا المستمرة، أنه كل ما بصير في تعديل معناته في إطالة، ومعناته في رغبة في إبقاء الحكومة، وهذا هو اللي تعرفوا عليه الناس. فممكن يكون هذا المجال هو الهدف، بس خلينا نكون كمان واقعيين. هون كان في مشكلة في هذا التعديل، لأنه صار في فراغ في موقعين، وكان ضروري يكون في ملء لهذا الفراغ. فقد لا يكون بس هو لغاية التعديل، ولكن العرف اللي إحنا بنعرفه التعديل دائما مرتبط في إطالة عمر الحكومات المختلفة. وبحسب التعديل الوزاري، تم تعيين وليد المعاني وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، فيما أوكلت حقيبة السياحة والآثار لمجد شويكا. تم تعيين أنمار الخصاونة وزيرا للنقل عقب فصلها عن وزارة البلديات. وأكد مراقبون أن الحكومة لا تتبع نهجا واضحا أو مستقرا
للخروج من الأزمات التي تعصف بالمملكة؟ لازم نسأل الواحد لما بتعين، وحتى لما بصير في عنا لما بصير في وزارة في بيكون في كتاب تكليف، وبناء على كتاب التكليف بصير في عنا رد من الحكومة. بس الأصل يكون عنا برامج، هاي البرامج برامج بتتبناها الحكومة وبتكون مسؤولة عنها. ونفس الشيء لما بنحط وزير وبكون في موقع لازم يكون عنده رؤية وبرامج ليكون فيها. هي مش مسألة تغيير أشخاص، ولكن المشكلة عنا تغيير الأشخاص كمان بيرتبط بتغيير السياسات. ومن جهة أخرى، أكد مراقبون أن التعديل الأخير في الحكومة لم يكن إلا لملء فراغ الحقائب الوزارية ليس أكثر، وكأن الرزاز لم يحظى بضوء أخضر لجمع فريق وزاري لمرحلة مقبلة، عقب أن أقرت حكومته قانون الضريبة وقانون العفو العام اللذين أثارا جدلا واسعا في الشارع الأردني. أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز على أهمية الدور الذي يقدمه المغتربون الأردنيون في دعم الاقتصاد الوطني. وبحث الرزاز خلال لقائه بمجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين سبل التنسيق بين الحكومة والمغتربين بما يضمن مزيدا من الفائدة والدعم للاقتصاد الأردني. أصدرت الحكومة بياناً رسمياً تعترض فيه على إنشاء الاحتلال الإسرائيلي لمطار مدني على بعد 18 كيلومتر من إيلات قرب حدود المملكة. وكانت الحكومة أعلنت عام 2015 عبر رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدني أن وزارة النقل متمثلة بالهيئة خاطبت منظمة الطيران المدني الدولي لشرح الموقف الأردني الرافض لإنشاء مطار تمناع من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إليكم هذا التقرير. على الرغم من مذكرات الاحتجاج التي سلمتها المملكة إلى هيئة الطيران المدني، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قام بافتتاح مطار تمناع المدني متجاهلا مصالح المملكة وتأثير هذا المطار على الحركة الملاحية للطيران من وإلى الأردن. الحكومة اكتفت ببيان تعرب فيه عن رفضها لهذا المطار، يوازيه رد رسمي من جميع المسؤولين المعنيين في هذا الأمر أو الحكومة بأن الرد سيكون عبر الأطر القانونية ومخاطبة الجهات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات بحق الاحتلال باعتباره خالف أنظمة الطيران المدني الدولي. ليس ذلك وحسب، بل تجاهل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اعتراض الأردن في كلمته خلال افتتاح المطار الجديد، ومضى في الرد على تهديدات إيران وتحذيرها من الاعتداء على الكيان الصهيوني. أما المراقبون فقد وجهوا انتقادات بالجملة للحكومة كونها انتظرت 5 سنوات وهي فترة بناء المطار حتى بدأت بالتحرك لمجابهة الأخطار التي سيتسبب بها هذا المطار على الأردن، ليس كحركة طيران فقط بل أمنيا أيضا. عدا عن ذلك، فإن المراقبين وجدوا في المطار الجديد نافذة للاحتلال على الأردن للقيام باختراقات جوية كما يفعل مع عدد من الدول المجاورة لها، فيما رأى آخرون أن هذا المطار سيشكل نقطة ضغط على الحكومة في ملحقي الباقورة والغمر. قرر مجلس النواب إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 من شهر كانون الأول الماضي إعفاء عاما. وبموجب القرار تزول حالة الإجرام من أساسها بمقتضى التشريعات النافذة، فيما تعفى الجرائم والقضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. لا تشك مؤامرة على الوطن، بقاهم لا يخدم الدولة الأردنية ولا يخدم البلد ولا يخدم النظام الأردني، وهناك من يسعى إلى تكريس ذلك. أما المادة 122، وأنت تذكر الله يا معالي الوزير، لا بد من شمول حتى تتعلق بحق سياسي وحرية رأي، خاصة وأن كثير من الدول لا تجرم. ترامب اللي بسبعة ترامب لا يجرم القانون، اللي بسبعة بلير اللي دخل العراق كمجرم ما بيعاقبه. أنا فرصة لي كحكومة أردنية أن يشمل من يسب على هؤلاء الطغاة اللي عاثوا فسادا في الأرض، وبالتالي القدح والذم على رئيس دولة أجنبية زكي بن رشيد تحاكم على قضية حرية رأي، توجان فيصل تحاكمت على حرية رأي وتعبير، هل يعتبر هذول إرهابيين في فهم هذه النصوص؟ المواطن العادي أتفهم أن يتسامح معه،
لكن هذا النص اللي ورد بالقانون يشمل كبار المتهربين والمعتدين على المال العام، أيضا لرئيس اللجنة كيف نذهب لموضوع التساهل في موضوع التزوير خاصة من الموظف العمومي. الموظف العمومي هو صورة الدولة، وأي وثيقة تصدر عن الدولة إن كان كوشان أو طابو أو أي شيء عن موظف الدولة ولو بطريقة غير مباشرة أتينا عليها استثناء فإننا نهز ثقة الشعب بالدولة. ينتظر مشروع قانون العفو العام إقراره من قبل مجلس الأعيان ومن ثم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك ليتم نشره بعدها في الجريدة الرسمية ويدخل حيز النفاذ. وستباشر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون العفو اليوم، فيما يرجح أن يكون المشروع بين يدي مجلس الأعيان لإقراره يوم الخميس أو الأحد المقبل على أبعد تقدير. أبدت الأوساط التجارية والصناعية في محافظة إربد ارتياحها لرفض مجلس النواب شمول قضايا الشيك بدون رصيد بقانون العفو العام واشتراط إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، مؤكدين أن هذا القرار جنب القطاعين الصناعي والتجاري كارثة كبرى. إليكم هذا التقرير. ثمن تجار وصناعيون في محافظة إربد استجابة مجلس النواب للتحذيرات التي أطلقوها حال إدراج جرائم الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام. إحنا اجتمعنا أو تحاكينا مع بعض كل رؤساء الغرف التجارية وقررنا أنه نودي مذكرات كلا من منطقته إلى مجلس النواب، لأنه لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال لو ما فيش عقاب بتندفع الحقوق لأصحابها، وبالتالي يعني كوارث بدها تصير. استجاب مجلس النواب وقال إذا تم إسقاط الحق الشخصي بصير في هنالك إعفاء من العقوبة. هذا شيء يعني جيد إلى حد ما، بس إحنا من البداية لما قالوا بده يشمل العفو العام الشكات يعني الله لا يفرجيك شو صار في الوسط التجاري، يعني ببطل في هنالك بصير سوء اهتمام بالوسط التجاري لدرجة أنه ببطل في ثقة، وخاصة بالشكات. يعني إذا أنت معك ورقة شك والشك معروف أمر بالدفع فوري أنه ما يظلش له قيمة، هون بصير كارثة في الوسط التجاري، وهذا اللي إحنا حاولنا قدر المستطاع أنه ما يمشي بهذه الصورة بالنسبة للإعفاء. ومشكورين مجلس النواب إنه استجابوا لنداءات الغرف التجارية والقطاعات التجارية. من فضل رب العالمين جهود غرفة صناعة الأردن وإخواننا في غرفة صناعة عمان وصناعة إربد قد أدت الدور المطلوب بالتواصل مع مجلس النواب للتصويت باتجاه عدم شمول الشيكات في القرار الصادر أو قرار العفو العام، وهذا أثلج صدرنا صراحة وخلى جزء كبير من الأشخاص اللي موجودين ومن الصناعيين كون إحنا قطاع صناعي يعني نعيش حالة من الاستقرار ومن الطمأنينة على حقوقنا لأن هذه حقوق مالية. نشكر مجلس النواب طبعا ممثل برئاسة مجلس النواب وجميع النواب على التصويت باتجاه القرار، كما ننوه أنه لا يوجد رغبة لأي شخص لديه حق في مالي عند أي شخص آخر بإيجاده بالسجن أو بحبسه، هي العملية هي عملية تحصيل حق مادي فقط لا غير، وفي حال أراد أي أحد من الأشخاص إسقاط حقه الشخصي فهذا أمر يعود إليه. يبقى قانون العفو العام مثار جدل كبير بين الأردنيين، فقد أرضى إقراره الكثير منهم فيما اعترض آخرون على عدد من بنوده معتبرين أنه أضاع حقوقهم. عادت عمليات السطو المسلح على البنوك الأردنية لتشغل الشارع الأردني مجددا عقب تنفيذ سطوين مسلحين خلال اليومين الماضيين على بنكين في منطقتي المنارة وسحاب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد انقطاع دام عدة أشهر عادت جرائم السطو المسلح على فروع البنوك الأردنية إلى الواجهة من جديد لتصبح الشغل الشاغل للمجتمع الأردني، حيث أمسى خبر وقوع جريمة سطو مسلح على أحد البنوك أمرا اعتياديا. ويعزو مراقبون أسباب تنامي ظاهرة السطو المسلح إلى التغيرات التي طرأت على المجتمع الأردني والمرتبطة بتدهور الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة التي تسجل معدلات مرتفعة خاصة في صفوف الشباب، فيما رأى آخرون أن حالات السطو فردية لقلة عددها. ليس هذا الأمر الملفت في عمليات السطو فقط، بل تعامل المجتمع وتعاطيه الساخر والبسيط وحتى التعامل مع منفذيها بتعاطف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كان أمرا أكثر لفتا للانتباه بالنسبة للمراقبين، محذرين من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع نسب البطالة بشكل عام سيشكل خللا في البنية المجتمعية الأردنية المتعارف عليها. العالم مش لاقي شغل، ويعني أي حدا لو محله هيك بيعمل، بس يعني يسرق بنك، يسرق أي شيء تاني، بنك مش لاقي غير بنك يسرق، والعالم تسرق بنوك وهيك يعني، فالعالم مش لاقي تاكل، ما حاش مصاري، فيش شغل، يعني الزلمة بده يطعم أولاده مثلا إذا عنده عائلة. أنا معهم صراحة، الوضع الاقتصادي في البلد عندنا كتير سيء، الناس مو لاقية تاكل، ما في شغل، في ناس عندهم عائلات كبيرة وقاعدين بيوتهم 3-4 شهور، طب من وين يجيبوا؟ عن جد يعني السرقات صارت كتيرة بسبب قلة الشغل، الوضع الاقتصادي كتير سيء. 8 حالات سطو مسلح وقعت على البنوك منذ بداية العام الماضي حتى اللحظة، وألقي القبض على مرتكبيها بسرعة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية باستثناء حالة واحدة ما زال منفذها طليقا إلى الآن، وهذا ما أثار حفيظة المراقبين الذين وجدوا في تلك السرعة بالقبض على المنفذين ما يثير الاهتمام ويطرح عشرات الأسئلة عن حقيقة تلك العمليات من عدمه. هذا وتباينت الآراء عند عدد من المواطنين حول عمليات السطو المسلح، ففريق وجد أنها غير مقبولة تحت أي مبرر، بينما قال الفريق الآخر إن هذا النوع من الجرائم هو نتاج طبيعي للفقر والبطالة. والله هو شيء مؤسف إن نشوف ببلدنا عمليات سطو تكررت أكثر من مرة. أنا بالنسبة لي زعجني الموضوع، يعني ما حبيته، لكن إذا بدنا نحكي عن الأسباب ممكن يعني بطالة، الأوضاع المادية اللي بتمر فيها الناس حالياً، قانون الضريبة اللي أقرته الدولة آخر إشي أكيد أثر وإله دور كبير، يعني البطالة إلها دور، في أشياء كثيرة إلها دور في عمليات السطو. أكيد يعني شيء غريب على البلد، ما كانت يعني بهالشكل هذا، يعني كان بلد آمن، وهذه يعني حالتين في ليلة وضحاها، يعني شو اللي صار ما نعرف. طبعا أكيد رأيي غلط، يعني ما راح يصير يعني سطو، ما أعرف شو اللي صار بالبلد، في بطالة ولا في شو الدافع اللي صار مع هيك سطو البنوك اللي عم بصير مؤخرا. هذا إشي جدا غلط، هذا الإشي بضر البلد وبضر اقتصاد البلد. طبعا هدول اللي بيطلعوا بيسرقوا، هدول مش بعازلة مصاري، ما بدهم مش بيسرقوا عشان انه ايش يعيشوا عيالهم او اشي ناس بحاجة، لا، هدول متعودين على المخدرات. من رأيي انه الدولة تتخذ اصعب الاجراءات معاهم، يعني هدول حرام انه يضلوا برا السجن. بعتبر انه سطو على البنوك يعني هاي يعني حالات بسيطة يعني شاذة عن القاعدة اللي احنا الحمد لله بلد الامن والامان، وبتلاقيه يعني عنده يعني انحراف مثلا فكري او مالي او الجريمة المستأصلة فيه، وهدول عددهم قليل جدا، وانا برايي بثرش لا على البنوك ولا على الاقتصاد، بالعكس هذا يعني انه يعني يعملوا عليهم اشد العقوبات. يا بكون يعني معوش مصاري او محتاج او بطاله، اسباب يعني بدي احكي لك شغله واحده، انهم يعني جماعه، انهم هذول جماعه يعني مرضى هيك، ما فيش واحد يعني بيجي بسطه وباخذ مصاري واحد هيك لله في لله. ارتفاع الاسعار وقله الشغل للشباب والوضع كله بالبلد اصلا خربان، بالنسبه انه مصاري اصلا ما في وكل شيء غالي ومو ظابط شيء فيها، فصار اللي يسرق اللي يسطع على بنك اللي هو اصلا الصح هو اللي ماشي معه.
أعلنت مديرية الأمن العام قبضها على 21 مطلوباً أغلبهم على ذمة قضايا مالية، وبينت المديرية أن أحد المطلوبين بحقه 17 طلباً أمنياً، وكان فاراً من وجه العدالة منذ عام 2011، وآخر بحقه 16 طلباً قضائياً ومالياً، هذا وسيتم تحويل المقبوض عليهم كافة إلى المراكز. وفي سياق متصل، حذر الناطق باسم الأمن العام عامر السرطاوي المواطنين كافة من مفتعلي الحوادث بجميع أنواعها دهسا كانت أو اصطداما، وأشار السرطاوي إلى ضرورة تجنب التعرض للاحتيال من قبل الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للدهس أو الاصطدام لأنها تعد مهنة يمتهنها البعض، مؤكدا على أن الإجراءات القانونية تمثل ضمانا كافيا للكشف عن أي عمليات ادعاء واحتيال. صرحت الجمارك الأردنية على لسان ناطقها الإعلامي العقيد عماد نصير عن إحباط عملية تهريب لكميات ضخمة من المخدرات، وقالت الجمارك إن المواد المخدرة قد تم ضبطها مخبأة في أماكن سرية داخل شاحنة محملة بالفاكهة عقب الاشتباه بها، وهي متجهة إلى دولة عربية مجاورة. كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن إحالة 25 ملفاً متعلقاً بالبلديات إلى النيابة العامة من أصل 448 شكوى تلقتها الهيئة العام الماضي، وبين رئيس الهيئة محمد العلاف في بيان صحفي أن 44% من ملفات التحقيق الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بين عامي 2009 و2015 تتعلق بالبلديات، موضحا أن مجريات التحقيق ونتائجه أشارت بوضوح أن الكثير من التجاوزات المالية سببها عدم المعرفة الكافية بالنصوص القانونية وتطبيقاتها. التجاوزات المالية جاءت ليس بسوء نية، في الكثير منها جاءت عن طريق عدم معرفة النصوص القانونية وتطبيقاتها الحقيقية، ولهذا السبب يمكن أن يكون عنصر التدريب في مجال البلديات تدريب والتأهيل ضمن الأطر القانونية معمول فيها مسألة محورية لمستقبل البلديات. ما بدي أتحدث أكثر من هيك، أنا بقول إحنا ننظر لكم بثقة وبأمل وبطموح، ونعتقد أنكم الأشخاص المناسبين لقيادة وإدارة مجتمعاتنا المحلية، ويشرفني أنا بصفتي مواطن عادي أن أسلم مقاليد أمري المدنية إلى أحدكم موجود هنا في هذا القاعة. هذا شرف عظيم لي أني أنت أكون من رعاية إحدى البلديات كمواطن مخلص، لكن إحنا يجب بصفتي مواطن أني كمواطن أتحدث مع رئيس بلديتي بانفتاح وشفافية، وبصفتي رئيس هيئة كذلك أن أتحدث مع مجمل النخبة الخيرة من أبناء الوطن، أتحدث معها بانفتاح وشفافية. قرر نائب عام محكمة أمن الدولة البدء بإجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، وأعلنت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة ببيان صحفي عن الجدول الزمني للتوزيع وأسماء المستحقين في القضية المتعلقة بمؤسسة طارق الطراونة وشركة بوابة الاستثمار، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل. أعلنت وزارة التربية والتعليم صرفها للمستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي للطلبة السوريين، وأكدت الوزارة أنها قد قامت بإيداع المستحقات في البنوك المعتمدة داعية المعلمين إلى مراجعة تلك البنوك يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاستلامها.
افتتحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس قسما جديدا لخدمة الجمهور في إدارة الشؤون القنصلية، ويشمل المشروع توسعة وتطوير القسم في الوزارة بإنشاء 10 كاونترات استقبال جديدة مجهزة بالكامل لزيادة الطاقة الاستيعابية للإدارة وتلبية أكبر عدد من المراجعين. وضحت رئاسة الوزراء عن الميزات التي سيستفيد منها المقبلون ببرنامج خدمة وطن الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، ويستهدف تأهيل 20,000 شاب وشابة قبل دخولهم سوق العمل. عمرك بين 18 و28؟ حابب تزيد فرصك بسوق العمل؟ شو رأيك تقدم لبرنامج خدمة وطن؟ البرنامج رح يدرب 20,000 شاب وصبية على 7 دفعات بقطاعات الصناعة، السياحة والإنشاءات، بالإضافة للحياكة والتجميل. التدريب المهني مدته 3 أشهر وشهر إضافي تدريب عسكري بس للشباب. خلال التدريب بتكون مأمن ضد إصابات العمل. المواصلات مؤمنة، و100 دينار حافز شهري لكل مستفيد. خدمة العلم تعفى منها بحال استكملت البرنامج، وبس تتخرج بتحصل على شهادة بالتدريب وإجازة مزاولة مهنة مصدقة. إلك الأولوية بحال قدمت لبرامج التشغيل التابعة لوزارة العمل، والأولوية في التجنيد لأفضل 10 خريجين من كل دفعة. لو بتنطبق عليك الشروط وانقبلت رح توقع بالأسبوع الأول تعهد التزام باستكمال البرنامج. بإمكانك تقدم طلب بالتحاق من خلال 131 مركز منتشرين بأنحاء المملكة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني خدمة وطن .جوب. تدريب الدفعة الأولى بيبدأ ب3 آذار. بادر بالتسجيل. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط الأرصدة المترتبة على المكلفين الذين يشملهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات، ودعت وزارة المالية المكلفين إلى اغتنام الفرصة المتبقية للإعفاء من كامل الغرامات، إما بدفع كامل هذه الأرصدة والحصول على إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات، أو بتقديم طلب لتقسيط الأرصدة المترتبة عليهم شريطة أن يتم تسديد كامل المبلغ المستحق قبل نهاية الشهر الحالي. كشفت نتائج دراسة وطنية حديثة حول مستويات اعتلال الدهنيات بين الأردنيين أن 35% منهم والمتجاوزين لعمر 20 عاما لديهم اختلال بالكوليسترول ما يجعلهم عرضة للسمنة. وبحسب الدراسة التي أجرتها جمعية الطبيب العام عن 1600 متطوع ممن تجاوزوا 20 عاما، فإن 75% لديهم اختلال بواحد على الأقل من دهنيات الجسم، ما ينذر بزيادة الأمراض المرافقة لارتفاع الدهنيات كالضغط والسكري وتصلب الشرايين. قد شملت هذه الدراسة 1500 مواطن فوق سن 20 عام من كلا الجنسين، وذلك من خلال 27 مركزا وعيادة طبية من عيادات الطب العام. نتائج الدراسة تشير إلى أن النسبة الأعلى كانت ضمن شريحة الشباب الأصغر سناً، كما أن خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال هو مؤشر حقيقي على الإصابة بارتفاع الدهنيات في سن مبكرة، ناهيك عن الأمراض المرافقة مثل الضغط والسكري وتصلب الشرايين، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز والوفيات بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعلاج. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. استشهاد فلسطيني في مدينة نابلس برصاص الاحتلال
والسلطة الفلسطينية تحذر من استمرار تهديد سلامة المسجد الأقصى. السلطات العراقية تهدم مبنى كان يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي لإعدام العراقيين في الموصل رغم قيمته التراثية الكبيرة. أهلا بكم وإلى الشأن الفلسطيني. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على حاجز حوارة جنوبي نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا النيران صوب المواطن الفلسطيني من قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية ما أدى إلى استشهاده. وقالت المصادر إن الاحتلال أغلق حاجز حوارة في كلا الاتجاهين. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك والمخططات الإسرائيلية المتسارعة لتقسيمه مكانياً بعد تقسيمه زمنيا. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن المسجد الأقصى يتعرض في الآونة الأخيرة لإجراءات وتدابير تهويدية غير مسبوقة، من بينها تصعيد الاقتحامات ونصب صقالات على جدرانه ومحاصرة المصلين والاعتداء عليهم في قبة الصخرة، مشيرة أن آخر هذه الإجراءات اقتحام سلطة الآثار الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وأخذ قياساته، إضافة إلى تصاعد حملات التحريض العنصرية التي تطلقها منظمات ما يسمى بالهيكل. وفي سوريا بدأ فريق التدخل المبكر التحضير لمشاريع جديدة لدعم استقرار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور. وأكد مسؤول الفريق التقني في بلدة الكسرة أن المشاريع التي نفذها الفريق ساهمت باستقرار الأهالي في مناطقهم، مضيفا أن لدى الفريق خططا مستقبلية لإعادة تأهيل الطرقات والجسور وتحسين البنى التحتية والخدمات العامة وتنفيذ خلال العام الحالي في مناطق ريف دير الزور كافة. طبعا احنا فريقنا لا زال يمارس نشاطه وعمله في المنطقه لدعم استقرار اهلنا بهذه المنطقه. في عام 2019 في عدنا عدد كبير من افكار المشاريع اللي احنا بنتناقش فيها مع المجلس المدني واللجان المختصه التابعه له للبدء بتنفيذها من خلال الدراسات، ومن ثم بدا بتنفيذها في عام 2019. المشاريع اللي احنا سويناها كلها تتعود في خدمه المواطن وتساعد في استقرار الكادر الناس البشر اهلنا في المنطقه. خلال هالفترة هاي فعلا نحن نشعر ونفتخر بأن قدمنا بمشاريع يعني جعلت أنه المنطقة تستعيد الثقة بنفسها وتقوم بأنه تستقر بهذه المنطقة. وإن شاء الله طبعا بإذن الله سنخططين لمشاريع مستقبلية قادمة واللي تمثل في ثلاث محاور اللي هي الطرق، إعادة تأهيل الطرق. في عندنا وصلات وفي عندنا عبارات وفي عندنا وصلات ترابية وفي عندنا عبارات. بداية 2019 نجهز لها عدة مشاريع، حاليا دراسات لدعم الاستقرار في منطقتنا من حيث البنية التحتية ومن حيث الخدمات الأساسية. وحاليا عم نعمل دراسات، عندنا عدة مشاريع عم نعملها دراسات، مياه، طرق، مدارس، خدمات عامة. باتت مدينة دركوش بريف إدلب شمالية سوريا شبيهة بمدينة فينيسيا الإيطالية، وذلك بعدما غمرت المياه معظم أزقتها وأراضيها الزراعية جراء فيضان نهر العاص، وارتفع معدل نسبة المياه فيها إلى 8 أمتار بعد هطول الأمطار لمدة أسبوعين متتاليين، مما أجبر عددا من المزارعين على جلب القوارب والتنقل بين بيوت المدينة لعدة ساعات لمساعدة الأهالي في الحصول على حاجات منازلهم الأساسية.
قامت السلطات العراقية في مدينة الموصل بهدم مبنى شركة التأمين الواقع في منطقة الدواسة وسط المدينة بالجانب الأيمن من الموصل. وأوضحت السلطات العراقية هناك أن هدم المبنى جاء لارتباطه بمشاهد مؤلمة لدى سكان المدينة، على الرغم من أنه يعد معلما من معالم فن العمارة العراقية الحديث، حيث اتخذه تنظيم داعش الإرهابي خلال معاركه في الموصل مقرا لرمي ضحاياه وإعدام المواطنين، إضافة إلى تعرض أجزاء كبيرة من المبنى للتدمير أثناء معارك التحرير. الشيلية التي استخدمتها عصابات داعش الإرهابية بعملية إعدام أهل المحافظة، والبعض كان يطالب بإزالتها حتى تكون تنمحي هذه الصورة البشعة لعملية الإعدام، اليوم باشرت الحكومة المحلية بعملية رفع الأنقاض وهدم البناية. تبنت معاونة الإعمار في محافظة نينوى عملية هدم ورفع الأنقاض لمعظم المباني التي هي استجابة لتوجيهات الأمانة العامة للمجلس الوزراء بضرورة أن تكون رفع الأنقاض لجميع المخلفات الحربية، وكانت هذه البناية من ضمن المشاريع التي قامت المحافظة برفع الأنقاض وهدم البناية. ونرجو من الحكومة المركزية والحكومة المحلية بعد إزالتها وتدميرها بالكامل أو إزالتها من قبل الكوادر الخدمية بإعادة تصميمها نفس التصميم اللي تعاودت عليه مدينة الموصل على رؤيتها من جمالها ومن شكلها ومعلمها الأصيل. فنرجو من الحكومة إعادة تصميمها نفس التصميم، وهي السنة الثانية من تحررنا. نرجو من الحكومة أيضا بإعمار المدينة القديمة بالذات التي عانت ما عانت من براثين داعش الإجرامية من قتل وإجرام وجشع وسفك للدماء، فنرجو من الحكومة أن تنظر لهذا الشيء وتنظر إلى أهالي الموصل وبالذات الموصل القديمة بعطف أبوي. وإحنا نريد نزيل هذه المعالم يعني، ونريد نبني حياة وبناء جديد، بناء المواطن الموصلي أنه يتعود على شيء صحيح، ونزيل هاي الآثار اللي تركت بصراحة بصمة واضحة وأثرت على الجيل هذا اللي نشأ في هذه الفترة. اعتبر محللون سياسيون وأمنيون عراقيون أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الأسماء التي سلمها للرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تحمل رسالة مبطنة للاحتلال الإسرائيلي، مفادها منح الضوء الأخضر لضرب إيران في حال لم تسحب قواتها أو الفصائل التي تدعمها في العديد من مناطق سوريا. هذا تأكيد آخر على أن الرغبة الأمريكية في رفع الحشد الشعبي الذي يعتبر بالنسبة لهم هو الذي قد أجهز عليهم وأخرجهم عام 2011 باتفاقية حكومية، وبعد أن أخرج داعش وأجهض المشروع الأمريكي الذي كان الأمريكان يهيئون لإسقاط العراق وتمزيق العملية السياسية من خلال داعش وفرض عملية سياسية جديدة. أصبح لزاما الآن أن يكون هناك موقفا مواجها لعملية هذا التحدي الآخر لسيادة ولاستقرار ووحدة العراقيين برسائل مبطنة التي أرسلها السيد بومبيو إلى العراقيين. لم تكن رسالة للعراقيين، بل كانت رسالة لإعلان ضوء أخضر من قبل أمريكا للكيان الإسرائيلي باستهداف وضرب إيران إن لم تلتزم أو ترعوي في عملية إجلاء قواتها أو فصائلها المساندة إلى سوريا في معركة ضد داعش. وصل أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء مزيد من المباحثات حول تنفيذ اتفاق السويد، وسيشرع المبعوث الأممي لبحث اتفاق تبادل الأسرى الذي تعثر تنفيذه حتى هذه اللحظة، إضافة إلى بحث الوضع في مدينة الحديدة غربية اليمن وفشل تنفيذ اتفاق الانسحاب من المدينة. هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية في عملية نوعية استهدفت عدة مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء،
ومن ضمنها شبكة لمرافق لوجستية لطائرات بدون طيار، ومقر الفرقة الأولى مدرعة، ومعسكر الصيانة التابع لوزارة الدفاع ودار الرئاسة، بالإضافة إلى استهدافها معسكر الخلفاء وجبل النهدين ومواقع باتجاه منطقة الحصبة شمالي العاصمة. كشفت صحيفة ساندي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي تعتزم إبرام معاهدة ثنائية مع الحكومة الإيرلندية كوسيلة لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الإيرلندية مع الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت. وقالت الصحيفة البريطانية يوم الأحد إن مساعدين مي يعتقدون أن هذه الخطوة تجنبها معارضة خطتها للانسحاب من الاتحاد من جانب الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تترأسها، بالإضافة إلى مشرعين متمردين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ميه. سأتحدث إلى الزملاء في الحزب الديمقراطي الإيرلندي لمعرفة كيف سنواجه التحديات التي تواجه الشعب في إيرلندا الشمالية وإيرلندا لنحصل على التأييد منهم قدر الإمكان، وأريد أن أعقد اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وما من طريقة للتفاوض دون سحب المادة 50. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يوافق على تعديل وزاري جديد لحكومة الرزاز، والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية. مجلس النواب يقر قانون العفو العام بعد توسيع شموليته وتوقعات بإقراره من قبل الأعيان مطلع الأسبوع المقبل. عمليات السطو المسلح على البنوك التجارية تعود إلى الواجهة من جديد، ومواطنون يعتبرونها نتاج الفقر والبطالة. المزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الأردن.com. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.